يعني تجربة بفيلم سينمائي إذا عشتها فيها نكهة مختلفة لهالأسباب. قصة سحر السينما، درست السينما بباريس ورجعت وكنت عندي مشاريع وكاتب سيناريو لبلش اشتغل. يعني اجت الحرب بلش تفاجئ فينا. يعني أكيد أحلام الواحد هي جزء من حياته، من إحساسه، من طموحاته، كيف بيشوف مجتمعه وكيف ممكن يساهم بالسينما ليعبر عن واقعه. يعني ما في يعبر عن هونولولو، عايش هون. نعم. يعني عشت التجربة عم عبر عنها. لا شك انه نقاش هون كيف عم يتناول واحد الحرب بالافلام. بالافلام اللي عملناها، وهي كلها باتجاه الحس الانساني. يعني كنت شاهد على بافلامي الوثائقية على الناس كيف عم يعانوا. نعم. كيف عم يحاولوا يتخطوا بس مش عم يقدروا لانه ما في عندهم سلطه. عم بحكي عن الناس العاديين بحسوا ان هن نبض المجتمع وحاملين الوطن على كتافهم، وعلاقتي معهم كثير مبنيه بصدق. لهالاسباب بيعبروا بعفويه. يعني السينما عم تساهم بتاريخ مجتمع. نعم. يا هلا احمد صالح، كيفك؟ اهلين، تفضل. انا بعتقد يمكن بمثل شريحة كبيرة مثلي من جيلي. هودي اللي رفضوا الطائفية ورفضوا هذا البناء التقليدي بهالبلد اللي هو عم يجيب لنا مشاكل ومصايب كتير. هيدا جرح كبير. وتناول قصة الحرب بالموضوع مواضيع الأفلام اللي عم بحكيها يعني وعم بعملها أنا ومعي، انه عم نشوف كيف الذاكره، يعني عم نسترجع مراحل مهمه بحياتنا اللي تدل للتاريخ ولنستفاد منها ايضا. بدايات معي لانه انا كنت مبلش قبلها. على فيلم واصعب مرحله. يمكن الفن كان وسيله. واثنين سوا تلاقوا الانساني والفني. وهذا اللي عملنا فيلم نحن عن الحصار تحت الانقاض، اول فيلم عملته انا وماي. بعد ما فايق اخذنا ترافلينج بالسياره من هون فتنا لجوا بهالشارع، كان كل هالبنايات على الارض، يعني كانك بهيروشيما. يعني دائما في حوار مستمر بين بعضنا حول رؤيه الفيلم وحول كيف شو بنشوف بالافكار والى ما هنالك. هلا هو انا حطينا سكه هون، كيف من هون للاخر. انا من الناس المتفائلين على المدى الطويل، يعني بعض المرات بحبط برجع بشد. يعني لهالاسباب عم بستمر وساستمر. يعني مش الناس اللي بيتشائموا وبينزووا وبيقول خلص يعني، وعم كمل ودائما عندي افكار وعم حاول حققها. وفي كاتس من الافكار موجوده يعني. نعمل كات هون منه لعتاني مايلي بالكاميرا. انا ربيان بالبقاع وربيت كنت صغير، كنت اركض، حب اركض اطلع جبل صنين قدامي. واركض وبعدين اتشقلب على حشيش وهيك. ربيت حر. أنا نميت على هالحس الاستقلالي وبدافع عن استقلاليتي كتير، وخاصة بالعمل اللي بشتغله بالسينما. الحرية والاستقلالية وهي بدافع أنا حتى آخر نفس.